وعد اف ام، مش بس كلام. طعم هنعطوا نصيحة لإطالة عمر طلاء الأظافر. من فينا ما يستعملوش في المانيكير أو طلاء الأظافر لزينة اليدين والقدمين؟ لكن أكثر ما يعيب استخدام المانيكير هو أن يتعرض للتشقق بسرعة كبيرة، خصوصا أن الأظافر أيضا تعاني من الضعف والتشقق. كيف يمكنك التغلب على هذا العيب؟ إليك مجموعة من الأفكار والنصائح لإطالة عمر المانيكير. احرصي على استخدام مانيكير الأظافر من ماركة جيدة، وابتعدي تماما عن الأنواع الرخيصة لأنها تتشقق بسرعة، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب ضرر للأظافر بعد فترة استعمال. تأكدي أولا من جفاف اليدين والأظافر قبل وضع المانيكير، خصوصا إذا قمت بإزالة طبقة المانيكير القديمة لوضع أخرى جديدة. وفي هذه الحالة يمكنك استخدام مجفف الشعر لتجفيف اليدين أو القدمين قبل وضع الطلاء. ضعي طبقة من الطلاء الشفاف أو البيس على الأظافر قبل وضع اللون اللي تريده. احرصي على طلاء الأطراف جيدا لأنها أول ما يتعرض للتشقق نتيجة للاحتكاك بأشياء الحياة اليومية. ضعي طبقة من الطلاء الشفاف بعد الانتهاء من وضع المانيكير لضمان حماية اللون وعدم تعرض الطلاء للتشقق، كما أن الطبقة الشفافة توفر مزيدا من اللمعان المحببة للون طلاء الأظافر الأصلي. ويمكنك أيضا وضع طبقة من الطلاء الشفاف حول الأظافر والحواف لمزيد من الحماية. تجنبي التعرض للماء والحرارة الشديدة مباشرة بعد وضع المانيكير. استخدمي قفازات مطاطية عند غسل الأطباق والصحون لحماية يديك وأظافرك من الجفاف، وكذلك لحماية الطلاء من التشقق. احرصي على دهان أظافرك بزيت الأظافر مع عدم وضع المانيكير لتوفري أكبر قدر ممكن من الحماية لأظافرك. ونصيحتنا الأخيرة، قومي بوضع نقطة من زيت الليمون على الظفر، ثم افرغي الظفر بقطعة من القطن أو الفرشاة إذا كنت تعاني من اصفرار الأظافر. وعد FM، مش بس كلام.